مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الحقيقة أنا جاي أتكلم معاكم لمدة بسيطة جدا، مش هطول في الشورت فيديو ده، بس ده موضوع مهم كان لازم أعرضه عليكم. شورت ستوري عايز أحكيها لكم، قصة صغيرة خالص كده. لما طلع البروكليميشن وقلنا إن اللوتري اتوقف لمدة 3 شهور، كنا بنأمل إنه بعد ال3 شهور نبتدي تاني. بعد 3 شهور كمان اتجدد البروكليميشن، وساعتها احنا عرفنا ان دفعة 2020 بتواجه خطر حقيقي في ان هي تفقد الفيز. في الوقت ده ترامب لما طلع القرار طلع مجموعة من المحامين والمؤسسات الحقوقية اللي زي ايلا وزي تشارلز كوك، كانوا اول الناس اللي ابتدوا يتصدوا للموضوع. وساعتها في الحقيقة كانوا هم بيشتغلوا على الـ H1B وبعض فيز لم الشمل وحاجات كده، فئات أخرى من الفيز اللي كان بيشملها البروكليميشن أنا مش عايز أتكلم فيها لأن أنا مش ملم بيها قوي، لكن أنا ملم جدا بالدي في. في الحقيقة إحنا مكناش في الصورة خالص. اللي عايز أقوله إن قعدنا نفكر إحنا ممكن نعمل إيه، وطلعت الفكرة من الجروب بتاعنا في التليجرام، وفي الحقيقة كانت طالعة من عند زيزو وكلكم تعرفوه، ان احنا نعمل كامبين كبيرة على التويتر ونبتدي نوجه رسائل للناس دي. اللي حصل ان احنا لمينا نفسنا، وكان عددنا عدد قليل جدا عن الحملة اللي موجودة دلوقتي، وعملنا حملة قدرنا من خلالها نعمل مجموعة من الهاشتاجات ومجموعة من فيديوهات بسيطة واتنين تلاتة بوستر، يمكن حاجات كلها حاجات احنا لو قارناها بالحملة اللي بتتعمل في 2021 اللي بنعملها دلوقتي تلاقوها لا تتخطى 1% من المجهود الكبير اللي بتعمل دلوقتي. لكن في الحقيقة على الرغم من صغر الحملة وقلة العدد المشاركين فيها، إلا إن قدرنا ونجحنا بنجاح ساحق إن إحنا نوجه صوتنا ونوصله للمحامين. وأضفنا، وأنا أؤكد، لولا الحملة دي ما كانش الدي في لوتري اتحط في القضية اللي رفعتها ايلا واللي رفعها تشارلز كوك، وبعد كده جي كارت سميرسون كمان وعمل القضية بتاعته بفلوس. يبقى اللي وصل الصوت ان في مجموعة تانية في اللوتري محتاجة الدعم ومحتاجة السبورت هو كامبين قد كده مقارنة بالكامبين اللي بتتعمل دلوقتي وبالهاشتاج. يبقى أي حد يتخيل إن الهاشتاج ملهوش لازمة هو غلطان. هو اللي احنا بنعمله دلوقتي ده عن تجربة، وأنا كنت موجود في 2020 وأنا موجود في 2021، أنا كنت موجود هنا وموجود هنا، وأنا شفت بنفسي وقدرنا ولله الحمد إن احنا ندخل حوالي 6000 وشوية من دفعة 2020 لما صوتنا وصل واتحطينا في القضية ومشينا بقى في الإجراءات الصغيرة اللي انتو الكبيرة بقى اللي انتوا عارفينها بعد كده، إن القاضي جه في 4 سبتمبر وأمر باستئناف المقابلات، وبعد كده حفظ 9000 فيزا. كل ده جه منين؟ كل ده جه منين؟ كل ده جه من الهاشتاج. يبقى الهاشتاج اللي حضراتكم ممكن تستقلوه، أو اللي ممكن أي حد عن طريق الخطأ يستقل بيه وبتأثيره، اللي ممكن حد يتصور ان المؤسسات الامريكية ما بتسمعلوش، يبقى غلطان. هو غلطان في تقديره للمواقف وتقديره للامور. عن تجارب كمان مرة اؤكد لكم، مفيش دولة تدار بالسوشيال ميديا، لكن صوتك لما يتسمع ويكون عندك حق ويكون حقك ضايع، ممكن للسوشيال ميديا توصل صوتك لحد معني بالامر زي المحامين، زي ايلا منظمة بتشتغل في الهجرة، وبالتالي صوتك يوصل للمسؤولين من خلال القنوات الرسمية القانونية اللي نجحت في انها تدخلنا محكمة ونطلع في النهاية بايه؟ بأمر قضائي دخل الى الان وانا بكلمكم حوالي 6800، الارقام يعني مش بالدقيقة قوي بس حوالي 6800، ونتوقع ان شاء الله ان 9000 فيزا في اخر الحكم هيطلعوا 9095 فيزا، ونأمل كمان ان تشارلز كوك الطلب اللي قدمه للقاضي ان هو يزود عدد الفيز يشمله الموضوع ده، غير طبعا الحاجات البيت بقى بتاعت كورتس ميرسون اللي بيكلم فيها الكونجرس يعمل ريليف لكل دفعة 2020. انا طالع النهاردة بتكلم عن دفعة 2021 ودفعة 2020، بوجه لهم رسالة كمان صغيرة. كتير قوي بيجينا اسئلة، ليه انتوا بتحطوا 2020 بس؟ ليه بنحط 2021 بس في الهاشتاجز وحاجات اللي زي كده؟ يا جماعة احنا لما نيجي نوجه شغلنا كل تويتة موجهة لفئة مستهدفة،
وكل تويتة ليها رسالة لازم توصل، لازم نوصل الرسالة المناسبة للفئة المستهدفة المناسبة. فإذا كنت أنا عايز أقول إن في 55,000 فيزا ناقصين إحنا عايزينهم، يبقى لازم أحط الهاشتاج بتاع 2021. ولما أجي أقول إن في 36,000 فيزا، يبقى لازم أقول 2020. في المجمل باقي الفيز كلها موجودة، كلنا بنتكلم عليهم في الحاجات العادية، لكن بنوجه رسائل خاصة بكل واحدة والتانية، كل واحدة غير التانية. فأرجو إن ما يحصلش أي اختلاط ما بينكم وبين بعض، تعرفوا إن كلنا واحد وصوتنا كلنا بيوصل مع بعض. ما تنسوش التويتة دخلت 6,000 ولسه هتدخل أعداد كمان إن شاء الله. سلام عليكم.